على الجانب الآخر، أفادت مصادر الحدث بإصابة 4 جنود إسرائيليين بسقوط مسيرة قرب مسكنهم داخل معسكر للجيش شمال عكا. كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أن 3 مسيرات دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان. أوضح أن مسيرتين سقطتا في أماكن مفتوحة بالقرب، واحدة بالقرب من معسكر للجيش بالقرب من عكا، الثانية قرب منشأة عسكرية بالقرب من نهرية، أما الثالثة فسقطت شرق حيفا. على بيت كنيست، على بيت كنيست، على بيت كنيست.